بالله على السلامة، شرفتنا حضرتك. شكرا. الحمد لله على سلامة حضرتك. مع حضرتك فندم المهندس محمود علي عبد العليم، مدير عام الأعمار هيدروميكانيك بمشروع قناطر الأصوات الجديدة. طبعا مشروع قناطر الأصوات الجديدة يعتبر من ضمن أهم المشروعات اللي تم إنشائها على النيل في خلال طبعا خلال يعني بالنسبة في خلال 30 سنة تم إنشاء أكبر ثلاث قناطر على مجرى نهر النيل. يعني يعتبر طبعا ده يعتبر حتى وزارة الموارد المائية والمهندسين الجيل بتاعنا يعتبر جيل محظوظ إن 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 إن, إن شاف هذه المشروعات بأمانة الضخمة اللي إدت فعلا خبرات عالية للمهندسين المصريين. حضرتك احنا بالنسبة طبعا للقناطر هنا طبعا تم تنفيذها بأعلى المواصفات العالمية، سواء كان في التصميم او التصنيع او التنفيذ، سواء كان في المنشأ التنفيذ كمنشأ كبوابات طبعا بشكل اساسي، وانظمة التشغيل والتحكم. سعادتك انا يعني انا بقولها لان تستحق انها تتقال فعلا، وانا شخصيا بفتخر بيها. اشتغلنا في ثلاث مشروعات قناطر زي دي في مصر، ومن حسن حظنا ان معظم ان البوابات كلها كسير استراكشر تم تنفيذها وتصنيعها في مصانع مصريه وبايدين مصريه. واللي اشتغل في المجال ده يعرف كويس قوي ان بوابه زي الهوسه الملاحيه، ان انا اشغل هويس ملاحي بحوله اشغله كمفيض، دي طبعا يعني اولا يعني ما تستخدمش الا في دول قليله جدا، محتاجه تكنولوجيا عاليه جدا، محتاجه اكيوريس عالي جدا في التصنيع. واللي بعيده ان ده تم فعلا تصنيع. يعني سعادتك بالنسبه للهوسه الملاحيه عندنا بوابات، بوابه وزن البوابه 150 طن، عرض 17 متر، ارتفاع 6 متر 60 سنتي، وبتكلم في طورنس 3 مللي بامانه. يعني طبعا سعادتك انا حاليا هنا في غرفه التحكم والتشغيل للمنشات، علاوه على المنشات طبعا الاهوسه الملاحيه البوابات المفيض، علاوه على التنسيق الكامل مع محطه الكهرباء فيما يتعلق بالووتر مانجمنت اللي بتتم من خلال نظام اسكادا، اللي هي نظام التحكم عن بعد لضمان التحكم الكامل في جميع التصرفات اللي بتمر من خلال محطة الكهرباء مع بوابات المفيض. اسمح لي حضرتك الزملاء يشرعوا لسعادتك. تفضل سعادتك المهندس موبل. المهندس موبل هيكلم سعادتك عن منظومة. تفضل المهندس موبل. الشاشة اللي قدامنا دي، بسم الله الرحمن الرحيم. سعادتك الشاشة اللي قدامنا حاليا دي عبارة عن الشاشة الخاصة بمراقبة والتحكم في تشغيل بوابات المفيض بالتنسيق مع بوابات مع محطة التوليد. سيادتك ده بيتم من خلال برنامج الووتر مانجمنت أو برنامج إدارة المياه، من خلال منظومة سماها سيادتك اللي هي جوينت كنترول أو التحكم الترابطي أو الجماعي للبوابات مع المحطة. سيادتك الشاشة دي بتبين لي عدد البوابات، تصرف كل بوابة والفتحة بتاعت كل بوابة، وجاهزية البوابة أو سيادتك وجود أي عطل على البوابة. سيادتك أنا برضي لو دخلنا على الشاشة الثانية اللي هي الجوينت كنترول، اللي هو سيادتك بيوضح لي العلاقة الوثيقة ما بين بوابات المفيض التابعة لوزارة الري ومحطة التوليد سيادتك اللي تابعة لوزارة الكهرباء، بمعنى أن كل بوابة من دول بتديني أقصى تصرف 1000 متر مكعب في الثانية، يعني بإجمالي سيادتك 8000 متر مكعب في الثانية. كل محطة تقريبا بتديني حوالي 250 متر مكعب في الثانية، بإجمالي 1000 متر مكعب في الثانية. سيادتك الأولوية لتصرفات المياه عشان استفيد طبعا بفرق الهيد بين الأمام والخلف بيكون لمحطة التوليد، والزيادة بتتم بعد كده توزيعها من خلال منظومة إدارة المياه على الثمان بوابات، بحيث سيادتك إن يكون في توزيع متساوي للبوابات، أتجنب حدوث أي سكورنج في الخلف ممكن يؤثر على المنشأ الخرساني للمشروع، بيتم عن طريق منظومة الجوينت كنترول. سيادتك لو افترضنا ان المحطة التوليد في اي اعمال صيانة فيها، اوتوماتيك سيادتك البرنامج بيطلع تصرفات المحطة من خلال الثمان بوابات، بس سيادتك الفرق بيكون ان انا هنا في الحالة دي بزود سرعة فتح البوابة عشان اتخلص من المية اللي ممكن تعمل حمل هيدروليكي على المنشأ الخرساني. سيادتك بالاضافة برضي ان الشاشة دي سيادتك
بتديني امكانيه ان انا ابقى عارف كل الاحداث اللي بتتم، يعني فتح بوابه، قفل بوابه، حدوث اي عطل سيادتك، عشان نيجي نتعامل معاه باقصى سرعه ممكنه. برضه سيادتك المنظومه دي بتديني طريقتين للتحكم، ممكن يكون في بعض المنشات عايز انا اتحكم من خلال رفع منسوب الامام، او سيادتك ان انا اتحكم بالتصرف، الاثنين موجودين معايا سيادتك. طيب لو افترضنا ان انا المنظومه فيها مشكله، برضه عندي امكانيه فتح البوابات لوكالي او مانوالي، لان انا اتصرف برضه ايه الميه ما تعمليش سيادتك اي مشاكل. سيادتك برضه هنا برضو عارف جميع الاحوال بتاعه التغذيه الكهربيه، سواء ال 11 او ال 400 او ال 220 فولت دي سي، او عدد ساعات تشغيل البوابات. سيادتك برضه دي مهمه جدا بالنسبه لي. برضه سيادتك هنا في حاجه حديثه معموله، ان احنا كنا عاملين حاجه اسمها البور بشر سيل، دي بتدي لسيادتك الضغوط الموجوده تحت المنشا، بحيث ان من الممكن يكون في مشكله معينه تتدخل وزاره سيادتك في ان احنا تعمل اعمال حقن او اي علاجات ممكنه. سيادتك اي استفسار سيادتك؟ تحت امرك يا فندم. بعد سيادتك مهندس اسامه برضي، سيادتك اديك فكره عن الهوسه الملاحيه. مع حضرتك يا فندم مهندس اسامه محمد صلاحين، مهندس التركيبات الهيدروميكانيكيه بمشروع قناه الاسيوط الجديده. الشاشه اللي قدامي دي يا فندم دي مسؤوله عن حاجتين. الحاجه الاولانيه عمليه الملاحه من خلال نهر النيل. الجناطر هنا حضرتك بتقسم النيل لجزئين، منسوب امام الجناطر هو المنسوب اللي بيبقى اعلى، ومنسوب خلف الجناطر هو المنسوب اللي بيبقى اقل. طبعا حركه الملاحه عشان نقدر تستكمل اي مركب رحلتها ما بين الامام وما بين الخلف، كان لازم نعمل الاهوسه الملاحيه. الهوسه الملاحيه بمجرد ما بتيجي المركب امام الجناطر هنا، ببتدي اجهز الحوض بتاعي او الهويس بتاعي للغرفه الملاحيه دي، انها توصل للمنسوب بتاعي اللي هو المنسوب اللي جايه منه، منسوب الامام بتاع اللي جايه منه الوحده الملاحيه. حضرتك هنا بروح في هنا في بوابات الانفاج، بوابات الملء بتاعتي، بروح افتح البوابات بتاعت الانفاج، فالميه اندر جرافيتي بالوزن بتاعها بتخش عندي على الغرفه الملاحيه وتملى لغايه ما تتساوى مع منسوب اللي هي المركب جايه منه. بعد ما اضمن ان المنسوب اتساوى، بروح افتح البوابات الرئيسيه بتاعتي عشان المركب تخش على الغرفه الملاحيه اللي هي الهويس الملاحي. بعد ما انا ادخل المركب عندي، بقفل البوابه الرئيسيه، وبعدين اكمل ان انا اجهزها لانها تستكمل الرحله، اجهزها للمنسوب اللي هتستكمل عليه اللي هو منسوب الخلف اللي هو المنسوب الاقل. ببتدي بقى بعد كده بروح ارجع تاني افتح بوابات الانفاج بتاعت التفريغ، بخلي بقى بوابات التفريغ دي تبتدي تفرغ الميه عشان المنسوب اللي هو بتاع الهويس يوصل لمنسوب الخلف وتقدر الرحله تستكمل رحلتها. بعد ما اطمن ان المنسوب خلاص اتساوى، بفتح البوابات الرئيسيه عشان المركب تستكمل رحلتها. طبعا حضرتك ده جزء من شاشات التحكم الخاصه بالهوسه. الجزء الثاني مراقبه المنظومه نفسها بقى اللي بتشغل، سواء حضرتك المنظومه الهيدروليكيه، منظومه كل البوابات اللي هي بتشغل حضرتك. طبعا الهويسه اتعمل على احدث نظام، ومن ضمن مكونات الاجهزه الحديثه دي مجموعه كبيره خالص بتبقى بتدي لك انديكيشن لكل حاجه عندك شغاله، سواء كانت في منظومه الهيدروليك، الضغوط اللي انت شغاله، درجه حراره الزيوت اللي بتشتغل، بحيث ان انت وقاعد على الشاشه اي حاجه فيها قيمه غير طبيعيه بتدي لك الارم، وبيظهر عندك هنا انك اي حاجه تبتدي تتحرك وتشوف ايه المشكله وتحلها على طول. فدي منظومه شاشه الهوسه حضرتك. تامر باي حاجه يا فندم؟ شكرا. الله يخليك. ساعتك اي امر معاك؟ شكرا جزيلا. المهم الدنيا كلها يا ريس، ربنا يقدر الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم.